في أول أخبارنا، ارتفع عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 219 ألف مستثمرة مع نهاية الفصل الأول من العام 2017، فيما بلغ عدد الأسهم التي تملكها المستثمرات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3 مليارات سهم، وصلت قيمتها السوقية إلى 18.8 مليار درهم. كما ارتفعت إجمالي قيمة التداولات للمستثمرات الإماراتيات خلال الفترة نفسها إلى 2.7 مليار درهم بيعا وشراء، بنمو نسبته 19.4% مقارنة مع 2.26 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016. وقال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدارة السوق عملت طيلة السنوات الماضية على تعزيز مكانة العنصر النسائي الإماراتي في السوق سواء موظفات أو مستثمرات، وقد أثبتت التجربة الحرفية العالية التي تتمتع بها المرأة في الاستثمار. ارتفع عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات إلى 17.815 مليون شيك، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ووصلت قيمتها إلى 886.7 مليار درهم، وذلك بحسب ما أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم. بناء على إحصاءات المصرف المركزي، فإن عدد الشيكات التي جرى مقاصتها خلال شهر يوليو وصلت إلى 2.66 مليون شيك بقيمة 131.7 مليار درهم، وبنمو نسبته 4.7%، وذلك مقارنة مع شهر يونيو الذي سبق وبلغت فيه قيمة الشيكات 111.3 مليار درهم. وعلى صعيد الشيكات المرتجعة منذ يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، تظهر إحصاءات المصرف المركزي أن قيمتها وصلت إلى 40 مليار درهم، تشكل ما نسبته 4.5% فقط من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى التعامل معها من خلال مقاصة المصرف المركزي في نفس فترة الرصد. بدأت ثلاث مصانع جديدة حيز الإنتاج في أبوظبي خلال العام الجاري باستثمارات 2.4 مليار درهم، والتي زارها وفد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين بالقطاع الصناعي لتمكينهم من إنجاح استثماراتهم لتشكل قيمة مضافة لاقتصاد أبوظبي، وتعكس في الوقت ذاته توجهاتها في تحقيق أهداف محور التنمية الاقتصادية في خطة أبوظبي، مشيرا إلى أن مكتب تنمية الصناعة يحرص على متابعة أداء هذه المصانع من خلال زيارات متكررة لفريق العمل للإطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم التي من شأنها أن تمكنهم من تحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.